كان الكاركتر اللي لعب فيه المدرب مروان خليل هون لهلا عم يقدر يستفيد منه. السمول بول اللي عم يلعب فيها. والمدرب فؤاد ابو شهره ممكن يغير باي لحظه، يعني كمان يغير شخصيه فريقه. دندش ما بينجح بالمحاوله، دوين جاكسون كمان على الديفنسيف ريباوند. فاست بريك مع علي مزهر. علي لاحمد ابراهيم. عطير ماجوك ما بيقدر يستلم، مقطوعه من فرانكلين. حسن دندش تمريره طويله لقدام للايوبي، الايوبي بيروح على السله بسجل عمر الايوبي. عم يلعبوا بشكل ممتاز نادي المتحد بالكوارتر الثاني، والفارق نزل لاربع نقاط. 6-0 رن بثلاث دقائق وعشر ثواني لرجال مدرب مروان خليل. هذا الخطيب عم يتحضر للعوده لارض الملعب. احمد ابراهيم يخترق السله، حلوه كثير يا احمد. بسجل احمد ابراهيم نقطته الخامسه. جاد وفادي الخطيب عم يتحضروا للدخول لارض الملعب من جديد. كمان محاوله ونقطتين للدندش، اربع نقط لحسن، عم يلعب بطريقه كثير منيحه. الفارق من جديد اربع نقاط بين المتحد والشاوميل. نديم سعيد. دي جي. دي جي. تستهدي ثلاثيه بسجل دوين جاكسون بسهوله تامه. بقرر ياخذ التسديده بسجل نقطته الخامسه بالجيم. ثاني 3 بوينت لصالح الشاوفير بهالمباراه. خطا من علي مزر لصالح حسن. فادي الخطيب على ارض الملعب، جاد خليل كمان بدلا من نديم السعيد وعلي مزهر. حسن على السايد بول. مارفيل هاريس. فاول من احمد لصالح مارفيل. هذا ثالث خطا لفريق الشاوفيل بهالكوارتر. حسن. حسن دندش. ما بينجح بالمحاولة دندش، الريباوند دفاع لصالح دوين جاكسون. جاد خليل. لدي جي، فادي الخطيب يعمل فيد اواي، ما بيسجل الخطيب، ديفنسيف ريباوند يجيد لصالح النادي الشمالي، هالمرة مع جيمي سالم. فاست بريك مثالية. حلوة كانت تمريرة حسن لجيمي سالم وحسن بيرجع بيعوض. ممتاز ممتاز حسن دندش. بالفعل عامل فكرة تمريرة ممتازة، وهالمرة جيمي سالم ما راح يضيع، ما راح يضيع هالمرة جيمي. بيسجل أولى نقاطه بالجيم. وفريق المتحد عم يكون خاصم عنيد جدا أمام واحد من المرشحين للفوز باللقب بهالموسم. وين جاكسون لا بحاول يلعبها مع أتير، مقطوع من مارفيل هاريس. مارفيل هاريس، مارفيل هاريس بروح على السلة، ما بيسجل مارفيل هاريس. وفرانكلين بياخذ الاوفنسيف ريباوند. هيدا ملعبه لفرانكلين، الاوفنسيف ريباوند هو شكله الشاغل، هو اللي بيمتاز فيه، عنده تايمينج رائع على الاوفنسيف ريباوند. قدر عمل الاوفنسيف ريباوند، اخذ الخطا وراح يكون عنده اثنين فري ثرو. بالعاده عم تشوفوا مارفيل هاريس، ولاحظوا فرانكلين كيف خطف الاوفنسيف ريباوند من امامه لدوين جاكسون. الأولى بضيعها ترافيس فرانكلين. 67% كانت نسبته على الرميات الحرة بالموسم الماضي. أربع نقط ثلاثة ريباوندز لهلا بالجيم. بسجل الثانية، واحدة من اثنين. الفارق عم ينزل لأربعة. أربع دقايق ونص تقريبا بيبقى لنهاية الكوارتر الثاني. التايم أوت عم يطلب المدرب فؤاد أبو شقرة. تايم اوت اذا للمدرب فؤاد ابو شقره. معلش تاخذ اند وان، تاخذ اند وان. ما بدنا ننسى انه كل الفرق يعني اكسبت يمكن الرياضي وهومنتمن يلي قدروا يلعبوا مباريات اكثر من باقي الفرق اللبنانيه ببطوله لبنان، ان كان بالبطوله العربيه او ببطوله انديه اسيا،
حتى السوبر كاب وكمان دورة حسام الحريري عم يقدروا يعملوا بري سيزن، بينما باقي الفرق ما عملت بري سيزن، لعبت مباريات ودية قليلة، وفي بعض الفرق يمكن ما لعبت حتى مباريات ودية. هذا الشيء رح يخلي طبعا المستوى يزيد مباراة بعد مباراة ويتقدموا الفرق أكيد. عم تشوف الأسيست ستة لشانفيل، بالأسيست ثلاثة لفريق المتحد. فهد الخطيب عامل ثلاثة أسيست من ستة لفريقه. You come back for the ball pick if he doesn't shoot it. Okay? And I want you to play that isolation. Got you. Okay? Yo, everybody, keep an eye on the weak side. We always say, hey, defense on three, let's go. سبعة تورن اوفر على كل فريق. بس فيل جول بين الفريقين صار كثير قريب.